عبثا يحاولون، وليس من قبيل الصدفة أن تجدد قنوات سفك الدم السوري هجومها الشرس بعد تلقي الأوامر من أسيادها، محملة الحكومة السورية كامل المسؤولية. هذا ما لفت انتباه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش، معلنا أن الصاروخ المحمل بالمواد الكيميائية أطلق على الضواحي الشرقية لدمشق من مواقع المسلحين، وأنه صاروخ يدوي الصنع مماثل للصاروخ الذي استخدمه الإرهابيون في 19 من آذار بخان العسل. فابيوس سكت فترة ونطق عهرا ملوحا باستخدام القوة في حال ثبت استخدام الكيماوي من قبل الحكومة السورية، وفي حال ثبت استخدام الكيماوي من قبل المجموعات الإرهابية هل سيبقى ملوحا أم ماذا؟ أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الحوار، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور عبد القادر عزوز، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة حلب. دكتور عبد القادر، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. دكتور عبد القادر، دعنا نبدأ بداية بالحدث الأبرز وهو استخدام السلاح الكيماوي في سوريا من قبل المجموعات الإرهابية. طبعا بمعنى، كيف تفسر طلب الحكومة السورية وبإلحاح لإرسال فريق للتحقيق في استخدام السلاح الكيماوي من مجلس الأمن، وفي ذات الوقت تزامن إطلاق صاروخ محمل بالكيماوي واتهام قنوات التضليل الحكومة السورية بإطلاق هذا الصاروخ، كيف تقرأ ذلك؟ أهلا وسهلا طبعا بك وبجميع مشاهدينا الكرام. طبعا اليوم إثارة هذه الزريعة من جديد تأتي ضمن إطار الدبلوماسية الأمريكية الحائرة بين العلل والزرائع، نعم، الذي تسوقها لكي يكون هناك زريعة للتدخل في الشأن السوري. واستجابة الحكومة السورية بل ومسارعتها لمخاطبة رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة في رسالتين منذ 19/3/2013 لا يشير إلى رغبة الحكومة السورية على تفويت الفرصة على أعداء الشعب، نعم، والبلاد. ومن هنا كان هذا هو موقف الحكومة السورية، وحجم المرونة المعطاة والمبدات منها كانت ضمن هذا السياق، وأيضا لتأكدها من أنه لا يوجد هناك أي حالة من قبل الدولة أو النظام في استخدام السلاح الكيميائي، لأنها بالأصل لا تمتلكه. نعم. وهذا وعدم الامتلاك راجع ويعود إلى جملة من الأسباب سأتحدث عنها. نعم. وبالتالي مبدأ سد الزرائع الذي تقوم به الحكومة السورية يأتي من خلال أولا التزامها في ميثاق الأمم المتحدة وتعاونها مع المنظمات الدولية المتخصصة في، نعم، هذا المجال، مع بعض التحفظات التي من حق الحكومة السورية أن تبديها على عمل هذه المنظمات، وهذا يعود أولا لعدم وجود تجارب سابقة ناجعة وناجحة في هذا المضمار، ولا أدل على ذلك مما حدث في العراق. نعم. إضافة إلى أن اليوم ما يسوق هو بنفس الأسلوب والطريقة، لكن إن شاء الله مع اختلاف النتائج. نعم. في سوريا هذا التعاطي هو الذي كان سبب بعض التحفظات للحكومة السورية، إضافة لأن عدم وضوح السلطة الولائية لعمل لجنة التحقيق كان كذلك الأمر من دواعي تحفظ الحكومة السورية. نعم. هذا هو مصدر التحفظ الوحيد لدى الحكومة السورية، نقطتين أساسيتين هي لا تريد أن يتم، وهذا ما يجنب البلاد والعباد، هي لا تريد أن يتم إعادة إنتاج سيناريو العراق في المشهد السوري، والأمر الآخر هي تريد تحديداً واضحاً لحجم صلاحيات عمل لجنة التحقيق وأماكن ومواقع هذا، نعم، الأمر، حتى لا يكون هناك عبث من قبل المسلحين أن نحن اليوم يا سيدتي في حرب مفتوحة. نعم. لا يوجد فقط للحكومة السورية اليد الطولة في الأرض، نعم، على المدى الطويل وبالنتيجة هذا الأمر، ولكن أيضاً هناك فرقاء مسلحين لديهم أجندتهم ولديهم وسائل تمويلهم في المال وبالسلاح النوعي. نعم. وكذلك الأمر هناك مجموعات بلطجة تمارس عمل التهريب، هذا الأمر كله يترك البلاد
في بعض المواقع ساحة مفتوحة. نعم. وهذا الأمر هو الذي كان مصدر تخوف الحكومة السورية في أن يكون هناك عبث من قبل هؤلاء لإثارة أو لافتعال أو لخلق نوع من العينات أو مركب في منطقة، وبالتالي أن ينسب ذلك للحكومة السورية أو للجيش السوري. ما قصدته، هل من الموضوعية والمنطقية أن تطالب أن تكون القيادة السورية هي من طالبت بالتحقيق وهي من تطلق الصاروخ الكيميائي في حين بدأ الفريق الأممي بمهمته في التحقيق؟ طبعا أنا تحدثت لك عن موقف الحكومة السورية من بعثة التفتيش في مدى التجاوب والتعاطي. نعم. أما حول موقف الحكومة السورية المبدئي، المبدئي هي منذ سنوات سابقة ومنذ أيام القائد خالد حافظ الأسد، وكررت هذا الأمر في العام 2002 و2003 عندما كانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن. نعم. هي طالبت بإخلاء وتخلية منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. نعم. وهذا عائد لأنها تعلم جيدا من يمتلك. وكذلك الأمر هي عندما لم توقع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 1993، كان مرد ذلك إلى أن إسرائيل هي التي تنصلت، وقعت على الاتفاقية ولم تصادق عليها في برلمانها في الكنيست الإسرائيلي. نعم. وبالتالي لا يعطيها قوة نفاذ ويعطيها، ومن هنا كان عدم استجابة الحكومة السورية لكي تترك فرصة هامش للمناورة ولخلق توازن ولو على المستوى المستقبلي. هذا في جانب. ما لاحظناه أن جميع الضحايا كانوا نساء وأطفال، ما دلالة ذلك؟ يا سيدتي، جملة المعطيات تشير إلى أنه كان بشكل دائم هذا الافتعال، ما جرى في مجزرة خان العسل ذهب ضحيته الأطفال والنساء، وكذلك في جميع المناطق التي تم استخدام السلاح الكيميائي وغاز السارين من قبلهم. نعم. لأن المعطيات تشير إلى أن استخدام هذا المادة تمت بأسلوب بدائي غير متطور، ليس من صنع الدولي، إضافة لأن السلاح الكيميائي المتطور هو حكر ضمن مبدأ إدامة فجوة تكنولوجية. نعم. ما بين دول الشمال ودول الجنوب. نعم. ما بين الدول النووية والدول غير النووية، في هذا معطى حقيقي وهو. نعم. واقع في علاقة الدول مع بعضها البعض. في إدامة هذا الأمر نجد أنه إضافة إلى ما قدمته، حتى روسيا الاتحادية قدمت تقريرا من خلال جملة العينات والتحاليل وشهود العيان أثبتت بدائية الاستخدام يدوي الصنع، وكذلك الأمر استخدامه من مناطق كانت تحت سيطرة المسلحين أو أعقب العملية سيطرتهم عليها، وبالتالي. نعم. يشير هذا الأمر. إضافة إن أنه حتى العقل والمنطق لا يمكن أن يقبل كيف والحالة الاشتباك، حالة في سوريا لا يوجد فيها ساحات حرب ولا يوجد فيها خطوط تماس. نعم. والقوات البرية السورية هي من تشارك، كيف يعقل أن يتم إطلاق سلاح كيميائي؟ هذا السلاح مدى التأثير والنفوذ واسع أفقيا ورأسيا، كيف يمكن وجيشنا وأبناؤنا يقاتلون في ساحات المعركة؟ نعم. كيف يمكن التبرير؟ واليوم بعثة التفتيش بدأت عملها من يوم الاثنين. نعم. وتقوم الحكومة السورية بفعل هكذا، هذا الأمر لا يعقل. كيف يمكن تبرير ما تقول عنه أمريكا بأن السلاح الكيميائي السوري أزهق أرواح 150 خلال عام، والكل يعلم أن السلاح الكيميائي في اليوم يذهب آلاف بل أكثر من ذلك. نعم. من الضحايا. نعم. كل هذه المعطيات على المستوى الفني، وخبراء السلاح الكيميائي يعرفون جيدا على مستوى الفني وعلى مستوى السياسي وعلى مستوى الواقع الميداني، يشير إلى عدم وجود سلاح كيميائي، لأيضا لأن الجيش العربي السوري لم يحشر في زاوية. نعم. ليبحث عن آلية امتلاك هذا السلاح. نعم. الجيش يحقق انتصاراته على الأرض. نعم. وهذا هو حجم المأزق وحجم التوريط الذي أوقعهم والذي دفعهم في حالة هستيرية بسبب قطع الإمدادات استخدام هكذا نوع من السلاح. نعم. برأيك ما هذا التزامن بالمجزرة المكتشفة أمس في ريف اللاذقية والصاروخ الكيميائي؟ طبعا في الوقت الذي لم نسمع أي صوت من مجلس الأمن. نعم. طبعا نحن نعلم حجم الدبلوماسية المزدوجة وحتى الدبلوماسية الموازية. نعم. والتناقضات ما بين المعلن والمخفي. نعم. في
في الدبلوماسية العالمية وحكومات الظل. هذا الأمر هو الذي يجعلنا نعيش في حالة توجس وريبة من كل ما هو أممي وجهد دولي. حقيقة الأمر وهذه هواجس المواطن السوري، نعم. كذلك هي هواجس الحكومة السورية لأنها منبثقة من هذا الشعب، نعم. هذا الأمر يجعلنا نستغرب بل وننفعل، كيف لا يمكن أن يدان هناك جريمة تصنف في علم الجريمة الدولية بأنها جريمة إبادة جماعية جينوسايد، كيف لا يمكن أن يتم إدانتها وهي تمت بأسلوب إرهابي لم يميز بين الأهداف والغايات، نعم. النبيلة والدنيئة، ولم يميز بين الأهداف المدنيين وفق اتفاقيات جنيف ولا هاي آمنين. ومع ذلك ذهب الضحية أكثر من 250 شهيد جلهم أطفال ونساء، ونساء. هم ليسوا مقاتلين، لا ينطبق النساء عليهم، النساء عزل بطبيعة الحال، هم مدنيين سكان آمنين. وأنا عندما زرت تلك المنطقة وجدت حجم الألم الذي خلف والذي اعتصر في قلوب الناس وكان مرده الأساسي لأن الشريحة المستهدفة وهؤلاء الشهداء هم أطفال ونساء ورجال طاعنين في السن، نعم. هذا الأمر هو الذي يجعلنا نتوجس حقيقة من أي جهد يقتقون به الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، خاصة في حالة الاستلاب والارتهان للقرار الأمريكي. دكتور عبد القادر، برأيك إذا ثبت تورط المجموعات الإرهابية باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا، هل سيتخذ مجلس الأمن إجراءات اتجاه ذلك؟ أولاً يعني لنعلم جيداً ما بين جهدين، هناك جهد فني متخصص نتمنى أن تعمل اللجنة عليه برئاسة العالم السويدي سيلستروم، وهذا هو افتراض حسن نوايا وما نفترضه أيضاً في حسن نواياهم، ولكنني حقيقة لست مطمئن بالدرجة الكافية للسوابق التي حدثت في هذا المجال. هذا يدفعني إلى أن أتمنى على اللجنة أن تمارس جهداً فنياً متخصصاً بعيداً عن أي تسييس، ومحايداً، نعم. هذا التسييس أتمنى أن يكون محايداً وأن يعرض التقرير في الوقائع والعينات والتحاليل والقرائن بشكل واضح كما هو علم الأدلة في هذا الأمر. هذا الأمر يجعلني أثق في عمل هذه اللجنة، ولو لم يكن مدى ثقة الحكومة السورية كما قلت في تفويت الفرصة وسد الزريعة لما تعاطت بهذه المرونة. أما أن تخوفي من عملية التسييس وعدم نيل الجاني القصاص العادل، فأقول لك حقيقة الأمر في القانون الدولي العام لغياب جهة تنفيذ رادعة، نعم. تمتلك إلزامية التنفيذ وحيادية، فأنا حقيقة الأمر لست متفائلا في أن ينال هؤلاء المسلحين القصاص العادل والجزاء العادل. ومن يدعمهم ويمولهم؟ طبعا وهم يعلمون. ومن يزودهم بالسلاح، نعم. الكيميائي أصلا؟ يعني سيدتي الكريمة، نحن نعلم أن وسائل التكنولوجيا الحديثة لدى أمريكا ولدى غيرها من الدول المتقدمة، نعم. تعلم جيدا من أين أطلق أي صاروخ لسلاح كيميائي، نعم. وتعلم جيدا حجم التكنولوجيا المسربة وحجم الأسلحة المهربة والنوعية والمدى والفاعلية، وبالتالي كل هذا ما يسار حول عمل لجنة التحقيق وما يسار من هذا اللغط إنما هو للاستهلاك وللرأي العالمي والمحلي وإثارة الرعب. بالضبط، البحث كما قلت لك عن إطالة أمد الأزمة والحيرة في العلل والزرائع، تارة يكون الأطفال عنوانها وتارة يكون النساء، تارة يكون اللاجئون، وتارة يتكلمون عن حقوق الإنسان، نعم. ولكنهم لا يرونها في مجزرة ريف اللاذقية على سبيل المثال. وهذا الأمر كما قلت لك يندى له الجبين، يندى له الجبين الجميع. ألم يجدوا كيف في ريف اللاذقية وجدت الأعضاء الإنسان موزعة على أغصان الأشجار؟ ما هذا؟ يعني لم يعرف في علم تاريخ العلاقات الدولية الحديث مجزرة وشكل هذه المجازر، والله لم تعرف لا في سيراليون ولا في رواندا وبوروندي، نعم. ولا في يوغوسلافيا، نعم. في القبائل الإفريقية لم يتم هذا الأمر، نعم. وبالتالي حجم الإجرام كما قلت هي عبارة عن خطورة إجرامية لم تأتي لمبدأ أو لم تتسق مع هدف
أو لم تتسق مع فكرة. نعم. وإن كانوا يريدون أن يقدموا الأمر على هذا المشهد أو على نحوه فهم يقعون في مغالطة. لا يمكن أن تسري على أصحاب العقول وأصحاب الوعي، ولم يكن هناك حجم من الوعي وضبط النفس لدى عقلاء أهل اللاذقية وكل أبناء سوريا لكنت لك قلت لك أن الأمر كان أحدث مفاعيلا سلبية، كانت الدولة والشعب والحكماء كانوا حاضرون لامتصاصه وتطويقه. نعم دكتور عبد القادر، وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس كان قد لوح بالقوة في حال ثبت استخدام السلاح الكيميائي من قبل السلطات السورية، لوح باستخدام القوة ولكنه في نفس الوقت استبعد إرسال قوات برية إلى سوريا. في حال لم يثبت ذلك وفي حال ثبت أن المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا هي من استخدمت السلاح الكيميائي، هل سيبقى ملوحا باستخدام القوة أم ماذا سيفعل؟ طبعا أولا يعني ليعلم الجميع أن الجهد الفرنسي دائما وحجم ما يصنعه في المطبخ السياسي يشبه طبخة البحص، أي أنها لا تعطي مفاعيل ولن ينتج عنها أي شيء، وبالتالي هي عبارة عن وسيلة، عبارة عن قناة إعلامية لا أكثر. هذا مشكلة السياسة الخارجية الفرنسية، هي من قدمت نفسها لأن تكون وسيلة إعلامية للغرب ولأمريكا وللأنجلوساكسون، بينما رفض هذا الأمر شارل ديغول، ولم يسر خلفائه من بعده بهذا النهج. نعم. كان يريد فرنسا سيدة، وكنا نحن نتمنى أن يكون الموقف الفرنسي غير مسيس وأن يكون سيداً مستقلاً في قراره وفي مفاعيله. نعم. وفي تعاطيه مع منطقة الشرق الأوسط ومع قضايا منطقتنا، قضايا العادلة، لكن هم يريدون أن يكونوا مستلبين للقرار الأمريكي. فأنا أطمئن الجميع، لا تصريحات فابيوس ولا غيره يمكن أن تعطي مفاعيلاً حقيقية في السياسة الدولية. وفي حال ثبت العكس ماذا سيفعلون؟ كيف ستكون ردة فعلهم؟ كيف سيبررون؟ هم سيبررون هذا الأمر بأنه بكل الأحوال هم يعتقدون أو يرون، عندما يريدونهم يعتبرون أن الجيش العربي السوري مسيطر على كافة المناطق في سوريا، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي فعل أو جريمة بدون عين الجيش العربي السوري وإشرافه، عندما يريدون ذلك. نعم. وعندما يريدون أن يسوقوا أمرا آخر. نعم. يعتبروا بأن الجيش العربي السوري منكفئ في وحداته ومنكفئ في بعض المناطق، وأن السيطرة لما يسمونهم بالجيش السوري الحر. هذا الأمر ربما وبالتالي سيبحثون. نعم. عن ذريعة أخرى. نعم. لإفشال فلا مؤتمر جنيف 2. لا يوجد مشكلة في تسويغهم، يعني هم يعرفون جيدا كيف يصطنعوا أو يختلقوا مبررا أو ذريعة لتبرير أعمالهم، كما اختلقوا ذرائع عندما تبين عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق. العراق. نعم. كانت خطيئة كبرى تاريخية، ومع ذلك كان التبرير والتسويغ كان حاضرا. نعم. بشكل. نعم. واضح. دكتور عبد القادر، برأيك هل جنيف 2 هو شماعة لتعلق أمريكا فشلها وهزيمتها أمام انتصارات وإنجازات الجيش العربي السوري في الميدان؟ طبعا جنيف 2 لنعلم جيدا ما يعني، اولا جنيف 2 نعم هو حاصل، والسبب جملة معطيات ليست بإرادتهم. يعني انت ترى نحن ذاهبون الى جنيف 2. نعم. في جميع الاحوال نحن ذاهبون اليها، وهذا الامر مرده معطيات محددات على المستوى السياسي الداخلية والخارجية. على مستوى السياسة الداخلية كان وضوح رؤية القيادة السياسية، وضوح الرؤية انها ستذهب الى مؤتمر جنيف 2، وضوح رؤية في تمييزها الواضح بين مطالب إصلاحية أخذت طابعا سياسيا وأخذت طابعا اجتماعيا واقتصاديا. نعم. يمكن استحضاره من خلال بداية الأحداث التي جرت في سوريا، هذا الموقف. ثم عندما استشعرت أن ما يراد هو هندسة فتنة وقضية تمس الوحدة الوطنية. نعم. ولا يمكن للسلطة السورية أن تبقى على الحياد، فالسلطة للخير العام وللصالح العام، لا يمكن لها أن تقول أنا حيادية. نعم. في قضية الوحدة الوطنية على سبيل المثال. نعم. هذا الوضوح وتمييزها ما بين ما هو فعل إرهابي جرمي مدان بالتوصيف وبالقانون الدولي في الشرعية والمشروعية. نعم. في الغايات والدوافع، في التمييز بين الأهداف المدنية من عدمه، كل هذا الأمر هو الذي يجعل من وضوح هذه الرؤية
جعلت من الشريحة الكبيرة في مجتمعنا تتماهى حتى مع الذين كانوا يطالبون بقضايا إصلاحية، كانت جزء من مطالب أن تكون سوريا الأفضل، وهذا مطلب الجميع. ولكن عندما وجد أن نوعية الحراك وما يراد أخذ البلاد به هو يتجاوز حجم قضايا الإصلاح، بل وعلى العكس من ذلك، الفكر التكفيري لا يؤمن لا بالقومية ولا بالعلمانية ولا بالديمقراطية، ولا يؤمن أيضا بإسلام صحيح معتدل. وبالتالي هذا الفكر الظلامي الذي بدأ بابن تيمية واليوم إن شاء الله ينتهي مع يوسف القرضاوي، لا يؤمن بما ورد سابقا، لا من بيان شرعي قطعي الدلالة ولا من غيره ما وردت. كل هذه الأمور هي ما كان يراد أن تكون سوريا. يراد يا سيدتي أن تكون سوريا دولة خلافة إسلامية سادسة وراشدة. هل يعقل اليوم نحن وفي 2013 أن نستعيد دولة المدينة الأولى؟ هذا الأمر، حتى دولة المدينة الأولى لم تكن بلون واحد، فكان هناك نموذج للدولة الكونفدرالية ولدولة الخلافة ولدولة السلطنة ولدولة التوريث، لم تكن بشكلة واحدة. المهم، إذا نجد أن من بين هؤلاء المطالبين بالإصلاح من انكفأ وتماهى مع الدولة ومع ثوابتها الوطنية التي لا تعتبر على الإطلاق، لأنه أدرك ليست ثورة كما سمونها الربيع العربي. يا سيدتي، الثورة تستلزم قائداً فكراً يمتلك كاريزما تحبه الناس به، ويمتلك حكمة ليقود الناس والبلاد، ويمتلك فكراً يقدم به، ويمتلك حاضنات ونخب وطنية عامة. ثورة سعد الدين زغلول وثورة سلطان باشا الأطرش كانت حاضناتها ونخبها الوطنية، كانت من الطبقة الجيدة والمثقفة والوسطى والكادحة، لم يكن حاضناتها عصابات البلطجة وعصابات التهريب، لم يكن فكرهم. اليوم اختزل فكر المعارضة في إسقاط بشار الأسد وإسقاط الدولة السورية، وليس إسقاط نظام بشار الأسد، فنظام بشار الأسد معروف مقراته، هم يريدون إسقاط الدولة، حرق العباد والبلاد ونسف الحجر ونسف البشر. هذا هو تدمير سوريا، تدمير سوريا وتدمير المنطقة بكاملها. دكتور عبد القادر، حديثنا مستمر، ولكن لو سمحتي بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، حوارنا ما زال مستمر، ولكن بعد هذا الفاصل. مجدداً أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا الكرام، وأجدد التحية أيضاً لضيفي الدكتور عبد القادر عزوز. دكتور عبد القادر، في لقاء لعمران الزعبي وزير الإعلام مع جريدة تشاينا أرب تايمز الصينية، ورداً على سؤال إن كانت دول الخليج العربي ستشارك بضغط من أمريكا طبعاً في تدخل عسكري في سوريا، برأيك هل تجرؤ دول الخليج على مثل هذه خطوة؟ طبعاً يعني بس للجانب الفني، دول الخليج يسري عليها
هناك مبدأ في السياسة يقول I pay, I see. نعم. دول الخليج لا ينطبق عليها هذه القاعدة السياسية. دول الخليج تدفع فقط، هي ليست صاحبة قرار، هي لا تستطيع أن تحمي عروشها. ليس من مبدأ أنها صاحبة قرار، ولكن من مبدأ الضغط من أمريكا. نعم، حتى المشاركة لا تستطيع، المشاركة هي كما قلت لك لا تستطيع أن تحمي عروشها. يعني هي القوات التي لديها هي أغلبها قوات بروتوكولية، قوات حرس وطني، هي لا تمتلك جيش. أنا أقول لك في العلم العسكري، الجيش الوحيد الذي كان يمكن ربما توضع فيه قواعد عسكرية غير الموجودة أن يستخدموا أمريكية. أن يستخدموا مناطق وكمنصات، هذا الأمر موجود، والقواعد العسكرية القاعدتين الموجودتين في قطر وفي السعودية، هذا موجود كقواعد لعمل لقوات عسكرية أمريكية، لكن ليست أفراد. وإن كان هناك جهد دولي في التدخل وهناك لدول الخليج، فيكون نوع من المشاركة الرمزية لا أكثر من ذلك. نعم كان هناك جهد يتم، حتى الجيش التركي لا يمكنه أن يواجه الجيش السوري، وهذا ما أكده رئيس مجلس الأمن القومي التركي عندما عقد جلسته مع أردوغان، وكان قد أوضح له أنه كما يمكن تدمير حلب ودمشق، فتستطيع الدفاعات الجوية والصواريخ تدمير أيضا أنقرة وإسطنبول. فحجم التكلفة وحجم الدمار لكلا البلدين كبير جدا، وأكبر من أن يتحمله زعيم حزب العدالة والتنمية يأتي ويذهب في عملية تداول السلطة في تركيا. هذا في جانب. أما فيما يتعلق بجهد عسكري تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، آخر ما كان قد قدمه رئيس الأركان الأمريكي ديمسي، أوضح لمجلس الشيوخ الأمريكي السيناريوهات الافتراضية للتدخل العسكري الأمريكي في سوريا. لا يستطيع أحد، ليعلم الجميع، لا يمكن لأحد أن يتدخل في سوريا عسكريا ويغير المعادلات دون القوة العسكرية الأمريكية، حتى ليست قوات حلف الناتو لوحدها. القوات العسكرية الأمريكية أن تشكل الجسم الأساسي في تركيبة التحالف على سوريا. هذا الأمر يواجه عدد من الصعوبات، أوضحها رئيس الأركان لمجلس الشيوخ الأمريكي، وقال لهم إذا كنتم تنوون في عملية التدخل فلنعلم جيدا أن التدخل سيتم الإعداد لما هو قادم بأضعاف مضاعفة، ولا يعرف حتى تاريخه حجم ارتداد الزلزال السوري في المنطقة. هم لا يعرفون المجال الحيوي الذي يمكن أن يقف عنه هذا الارتداد. هذا هو المعوق الأساسي لأي جهد عسكري، وبالتالي أي تصريح أو ما يرد من تسريبات للعامل النفسي والعامل السيكولوجي لدى شعبنا، هذا كان قد ولى زمانه. واليوم الجيش العربي السوري مع كل الانتشار الإقليمي حافظ على قوة ردع في سكناته، ولم يحرك الجيش كله، لم ينشره في الإقليم السوري، بقي محافظا على قوة الردع من مبدأ إذا كنت ترغب في السلام فيجب أن يكون تحضيرك جيدا للحرب. هذا هو قوة الردع السورية، وما زالت حاضرة منذ بداية الأحداث وحتى الآن. نعم دكتور عبد القادر، لو سمحت لي أن أنتقل إلى الملف المصري والمتابع لما يجري الآن في مصر. نعم ببساطة يستطيع أن يرى أن نفس أسلوب القتل، نفس السياسة الممنهجة للإخوان التي يتبعها الإخوان المسلمون في مصر، هي نفسها التي اتبعوها في سوريا. وكما نلاحظ أن الجيشين المصري والسوري هما المستهدفان بالدرجة الأولى. كيف تقرأ المشهد المصري الآن؟ طبعا يعني أولا لأشير أنه دواعي فشل تجربة الإخوان كان مردها لعدد من العوامل. أولا الإخوان كانوا يختزلون عشقهم للسلطة في أن يكونوا في سدتها منذ العام 1928 مع حسن البنا. الأمر الآخر، كلنا يعلم جيدا أن أي حركة أو ثورة تختلف معطياتها وأساليب عملها وإدارة شؤونها عندما تكون ثورة أو حركة أو حزب، أو عندما تكون على سدة السلطة وسدة القرار، فهي يجب أن لا تكون مرتهنة لهذا الحزب أو لقراره، وأن لا تكون لصالح فئة الحزب وجمهوره. هذا مسألة. النقطة الأخرى، مشروع الإخوان المسلمين لم يكن هناك مشروع وبرنامج. عندما أدلى الناخب المصري أعطى لهذه الجماعة
لم يكن محبة بالأيديولوجية الإسلامية نعم. على الإطلاق، كانت عبارة عن ملء استطاعت ملء الفراغ لأنها الأكثر تنظيما. نعم. عندما أدلى بأصواته لها كان هدفه وغايته أن تحدث تطورا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وأن تنقل المواطن المصري إلى حالة أفضل. نعم. أي بمعنى كانت ثورة توقعات متزايدة وقابلها في 30 حزيران ثورة الإحباطات المتزايدة. نعم. هذا الأمر كله مع غياب المشروع والبرنامج كان مشروعهم فقط أن الإسلام هو الحل، دستورنا القرآن ومحمد قائدنا، وهذا لا يمكن أن يبني دولة على الإطلاق، هناك غياب للمشروع. فعلى سبيل المثال عندما نقوم بمقاربة تاريخية لما حدث كثورة إسلامية في إيران نعم. مع الخميني نعم. ومع اليوم في تجربة مرسي وحكم جماعة مكتب الإرشاد، عندما التف الشعب الإيراني حول الإمام الخميني كان التفاف الشعب مع القائد والرمز لأنه امتلك برنامجا اقتصاديا وإصلاحا سياسيا عمل على تطبيقه، فتلاقت إرادة القائد مع الشعب وتماهت بينهم، بينما في مرسي انفصل عن واقعه وكان جل اهتمامه أن يأخذ الدولة إلى أخوانتها في التعيينات وفي القرارات، وأن يجعل علاقة المصريين ليس علاقة فرد ورب، بل أيضا بدأ يهتم بعلاقة جار الفرد مع ربه وهو مفوض إلهيا منه. هذا الحكم الثيوقراطي لا يقبله المصريون على الإطلاق، لم يقبلوه لا أيام الملك فاروق ولا جمال عبد الناصر ولا كل أشكاله. نعم المجتمع المصري متدين، ولكن بإسلام القاهرة المعتدل في مواجهة إسلام صحراوي منغلق أتى مع محمد بن عبد الوهاب. وهل ما يناشد به الإخوان المسلمون يندرج تحت الإسلام؟ هل الإسلام يأمر بالقتل والذبح والتقطيع والحرق؟ كلنا يعلم للأسف أن هناك نصوص كانت واضحة جدا، وضوح الشمس، وعلماء الإسلام والراسخين في العلم يعرفونها، لا إكراه في الدين، وأيضا وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. إنما أنت مذكر لست بمسيطر. عليهم بمسيطر. نعم. كل هذه النصوص قطعية الدلالة تشير إلى أنه لم يفرض القتال إلا ومحله الجهاد، والجهاد حسب علماء الفقه محله اليوم هو احتلال عدو أجنبي، واليوم هو المسجد الأقصى، هذا وجهة الجهاد وليس وجهته سوريا. هذا اليوم الذي يحدث فتنة يراد تقطيع الجسد السوري، وأن تقوم الشرايين والأوردة بإسالة هذا الدم في جميع ربوع الوطن، وأن يدفع الثمن السوريين وأبنائهم. ليس السوريين فقط بل الوطن العربي بأكمله، ومع ذلك تفتيت المنطقة بأكملها هو مشروع على المنطقة كلها وليس فقط سوريا. بالضبط بالضبط، لأنه لنجد أن تجربتهم في كل بلد وجدوا فيه نجد حجم الدمار الذي يخلفوه. واليوم مصر ونتمنى لها كل خير، ولدينا أمثلة سابقة تونس، ليبيا، وفي تونس العراق. وفي ليبيا لم يقدموا نموذجا للإسلام الصحيح النقي الذي يصير علاقة المنهج الحياة على الأخلاق والمكارم وضوابط الشرع، لم يكن هذا منهجهم. نعم. المنهج إما نحن أو أنت، إما نحن أو أنا، هذا هو المنهج الأقصائي. نعم. ووسائله هم يكفرون الآخر ولا يؤمنون بالآخر أصلا، وهذا لا يمكن في مجتمع تعددي موجود في مصر أو في مجتمع منفتح كمصر أو تعدديا في سوريا، لا يمكن أن يقبل هذا الفكر أو هذا التوجه. ومن هنا نجد أنه مهما حصل نجد كيف أن الجيش العربي السوري وكيف الجيش المصري استعاد العلاقة من جديد واستعاد القلق في العلاقة بين كليهما، لأن سوريا ومصر جزء من مرتكزات الأمن الوطني. بدأت مع تحتمس الثالث عندما عقد أول معاهدة دولية مع الحسيين، وبدأت مع صلاح الدين في معركة حطين ومحمد علي باشا وجمال عبد الناصر، وجمال كما نعلم هو الذي قال سوريا قلب العروب النابض، هذا هو جوهر العلاقة السورية المصرية. نعم. برأيك هل سيصمد الشعب والجيش المصري وإلى متى؟ نعم أنا مطمئن. صحيح أن الفاتورة لا أتوقع
أنها ستكون باهظة كما حدث في سوريا، لأن مصر حجم الوقائع والأحداث هو الذي يدفع بها بما يتم العمل به. أما سوريا فكان هندسة ما حدث فيها هو عبارة عن هندسة سيناريو كما هندس له بريجينسكي في الجهاد في أفغانستان. نعم. من حيث دولة جار تقدم كإسلام أباد قدمت الدعم الاستخباراتي، وهناك السعودية قدمت التمويل وفتحت مكاتب المتطوعين. الذي يحدث في سوريا هو إعادة استنساخ ما حدث في أفغانستان. في مصر الأمر مختلف، الأمر الذي يدفع به حجم مجريات الواقع ورغبة المصري في أن يستعيد زمامه وأن يعمل على تصحيح ثورته. وبالتالي اليوم نجد، لأن لا يوجد قبول عند الرأي العام المصري لجماعة الإخوان، جماعة الإخوان في تجربتها لم تكن جزءا من تشاركية العملية السياسية، هي كانت جماعة محظورة، وبالتالي هي دائما تعمل كما قال عنهم حسن البنا، هم رهبان الليل وفرسان النهار. نعم دكتور عبد القادر، لو سمحت لي أن أنتقل إلى المحور الاقتصادي. صحيح. وباعتبارك مستشار رئيس مجلس الوزراء، ما هي الإجراءات التي اتخذتها؟ يعني الحديث الاقتصادي يعني شغل شاغل. صحيح. بالضبط. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض سعر الدولار أمام الليرة السورية، وهل هناك إجراءات مستقبلية ليعود إلى ما كان عليه من قبل؟ طبعا أولا يعني نحن حتى نعلم سعر صرف أي عملة يتحدد بجملة من العوامل. أولا إجمالي الناتج المحلي للدولة، وإجمالي الناتج المحلي حقيقة الأمر تأثر، والسبب كما نعلم حجم العقوبات الاقتصادية المفروضة. صحيح. أن الذي فرض العقوبات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. ولكن قد يكون مرض ذلك في بعض الأحيان سوء بناء جسور العلاقة الاقتصادية الدولية، فكان أغلب الصادرات كانت للاتحاد الأوروبي، خاصة صادرات المشتقات النفطية، فتضررت بشكل كبير من قرار الاتحاد الأوروبي في العقوبات. نعم. وتأثرنا بذلك. هذا في الشق. الأمر الآخر هو خروج كثير من القطاعات الإنتاجية خارج العمل. نعم. كما نعلم أن جسد الصناعة هي حلب وريف دمشق. نعم. ونعلم جيدا ما حصل هو في حلب واقعها من وسرق من قبل أردوغان. بالضبط، نتيجة عمل المجموعات الإرهابية. إضافة الأمر إن حجم المتعطلين عن العمل الذي كان نتيجة إغلاق هذه المنشآت وخروجها عن العمل. نعم. أو نقلها خارج البلاد. نعم. في أفضل الأحوال. هذا الأمر إضافة إلى العامل النفسي وعامل الثقة والتدهور الذي تم إشاعته، الحرب الاقتصادية. نعم. والإعلامية والنفسية للمس بالليرة السورية، والحديث عن أن هناك جهد أو عمل لاستبدالها أو بأن سعرها سيتجاوز حدود كبيرة. نعم. كل ذلك دفع بكثير من المواطنين للبحث عن استبدال هذه العملة، وأن يجدوا مقياسا للقيمة ومركزا للقيمة. نعم. وجدوا فيه بالدولار، على الرغم أن الدولار في كثير من الناس لا تعرف جيدا ولم تعلم بل ولا حتى تتعامل بهذه العملة. أما الاهتمام الأخير كما قلت لك كان العامل النفسي، إضافة إلى أنه شكل هناك خروج كثير من القطع الأجنبي عندما قام كثير من المستثمرين السوريين بتحويل أموالهم إلى خارج سوريا. هذه عوامل موضوعية لانخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام سلة العملات وخاصة الدولار واليورو. هذا الأمر عملت الحكومة منذ بداية الأزمة على معالجته حسب الأدوات الاقتصادية النقدية. نعم. سواء الكمية أو الكيفية، فغيرت نسبة الفائدة على سبيل المثال وسعر الخصم والاحتياطي، ومع ذلك أيضا عملت على طرح مزادات لبيع جزء من القطع الأجنبي. نعم. وحتى لا يستغرب الجميع، الهند منذ فترة عندما انخفض سعر الصرف البوبية قامت بنفس الإجراء، إلى أن وجدت أن الحكومة السورية وجدت أن هناك نوع من النزيف المتعمد، فأوقفت هذه العملية وحصرت حتى ضوابط تمويل المستوردات في المصرف المركزي، ثم بعد ذلك فوضت المصارف العاملة فيه، ووجدت بعض ما يشوب، لأننا كما قلت لك كنا نقوم بالتجربة أو بالاقتراح أو بالقرار، ثم يتبين لنا أن هناك بعض الثقوب
فيه، فلا يضير إعادة مراجعة هذا القرار، بل وعلى العكس لو كان هناك استمرارية بهذا كان الوضع أسوأ من ذلك. تمت مراجعة هذا الأمر وتم تحديد ضوابط لتمويل المستوردات، لأنه كان هناك نزيف، كان يأخذ المستورد بعض المستوردين يأخذ القطع الأجنبي ثم يقدمه بفواتير وبيانات جمركية غير صحيحة ليقوم في جزء من ما أخذه لبيعه في السوق السوداء، وكانت عملية تسريب ونزيف. طبعا بقي هذا الأمر إلى أن تفاعل سعر الصرف ووصل إلى أسعار غير معقولة. وللأسف ما يحزننا أن شعبنا يعني ربط جميع السلع الموجودة في سوريا بالدولار، وهذا الأمر غير منطقي وغير صحيح طبعاً. لأنه ليس جميع مكوناتنا المحلية هي مستوردة أو مادتها الأولية مستوردة، وبالتالي ما هو كيف يمكن أن نعزي سبب ارتفاع سعر مثلا الخضروات؟ نعم إذا كان تكلفة النقل تلعب دورا ما بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، ولكن أن لا يربط بسعر الدولار، أن لا يربط بسعر الصرف، هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق. العامل النفسي لدى مواطننا، نحن نتمنى استعادة ثقته بالليرة السورية، والحكومة اتخذت جملة من الإجراءات، هي لم توقف موقفا متفرجا، قالت ومنذ البداية أن هذا السعر وهمي، والدليل أنها عندما تدخلت تدخلين خلال أسبوعين انخفض 128 ليرة سورية، دليل لو كان يعبر سعرا حقيقيا عن مدى وضع الاقتصاد السوري والعملة السورية لما كان يمكن لأي إجراء بهذه البساطة أن يحدث حجم من التغيير. فإذا نجد أن حجم التغيير كان مرده إلى عوامل وهمية تتعلق بمضاربات السوق السوداء وبحجم النزيف وبالعامل النفسي. إضافة إلى أن الأمر لم تقتصر الحكومة على هذا الإجراء، كما نعلم أن أقرت إجراء يجرب كل من يتعامل بغير الليرة السورية، لأنه يعني هي علمت جيدا أن البعض يقوم بتسعير جزء من تجارته أو غيره بالدولار. الآن نص تشريع، هذا التشريع وضع نوع من العقوبات ردع بحيث تحقق الردع الخاص والردع العام. هذه العقوبات كان هناك جزء منها سجن وجزء منها غرامة. كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة تقويم يجرم تقويم، سواء كانت قطعا أجنبيا أم حتى معادن ثمينة. وبالتالي كذلك الأمر إلى أن نهج الحكومة في استمرارية التدخل الإيجابي بسعر صرف الدولار من خلال مكاتب شركات الصرافة، هذا نهج الآن تعمل بشكل مستمر عليه. كل ذلك أعاد التوازن في سعر صرف الليرة السورية، واليوم الحكومة لا تسعى إلى تخفيضه، أو لا، هي تسعى إلى تثبيته، إلى والتثبيت هو أهم من عملية بذل جهد لتخفيض، لأن كما نعلم أن التخفيض يستلزم ثلاثة أضعاف المبلغ، أما اليوم هي تسعى إلى تثبيته عند حد معين يعبر عن حقيقة وضع الاقتصاد السوري والعملة السورية. بعد تثبيته على سعر معين واستقراره، هل من الممكن أن يعود في مستقبل القريب إلى ما كان عليه، أو على الأقل بالتدرج نحو الانخفاض؟ طبعا يعني بكل صدق، طبعا اليوم كل المؤشرات حتى علماء الاقتصاد الغربيين وبتحليلهم هم حددوا منذ بداية الأزمة عمر زمني يمكن للاقتصاد السوري أن يصمد به. اليوم بعد مرور أكثر من عامين ونصف، اليوم هم يتساءلون عن ما هي كيف صمد الاقتصاد السوري. طبعا نحن نعلم أنه صمد من خلال أن القاعدة الاقتصادية السورية كانت قوية، متنوعة الموارد، هي لا تعتمد على مورد اقتصادي واحد، إضافة إلى أن الجيوبوليتيك السوري، الجغرافيا السياسية السورية، الجغرافيا الطبيعية كانت، وبالتالي حجم العقوبات لم يعطي مفاعيله كما كان يتوقع. لأن الإضرار بالاقتصاد السوري، بما أن نسيج الجغرافيا السورية متداخل مع عدد من دول الجوار، فهي لم تستطع ولم تتعامل ولم تتماهى مع من فرض هذه العقوبات. كل ذلك كانت كما قلت لك هي من مقومات صمود الاقتصاد. دكتور عبد القادر، كما هو معروف أن الحكومة التي شكلت هي حكومة أزمة،
والمطلوب منها في هذا الوقت هو التخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها المواطن السوري في ظل هذه الأزمة. ولكن رغم ذلك ورغم اتخاذ الحكومة إجراءات حازمة في من يتلاعب بالأسعار، ما زلنا نشهد غلاء فاحشا وكبيرا في الأسعار، سواء في المواد الغذائية الأساسية وحتى العقارات. طبعا يعني موضوع ارتفاع الأسعار كجانب معيشي، أنا ذكرت لك جملة الإجراءات الاقتصادية على مستوى السياسة النقدية، أما على مستوى الواقع المعيشي الحكومة السورية نعلم أنها ومع أن التدخل في سعر الصرف يلعب دورا أساسيا، لكن مع ذلك هي لم تدخر جهدا خاصة في الفترة الأخيرة في موضوع في أكثر من شق. أولا إعطاء صالات ومؤسسات التدخل الإيجابي من خزن وتسويق، وكذلك المؤسسة العامة الاستهلاكية دورا أساسيا، وقامت بافتتاح عدد من الصالات بحيث يكون السعر في هذه الصالات منخفضا عن سعر السوق من 20% إلى 30%. هذا الأمر انعكس، صحيح هناك بعض الممارسات السلبية، ولكن كما قلت لك بالنتيجة في جزء كبير مما يحدث هو نابع أيضا من سلوكنا، من جملة أخلاقنا، من نظرتنا، من احتكارنا، من جشع البعض. هذا حقيقة، يعني هذا حقيقة. يعني وبالتالي ومع ذلك لن تعول الحكومة السورية على ضمائر الناس، لن تعول على أخلاقها، هي تتعامل بالمجرد، هي أوجدت صالات في سعر أقل، زائدا سيرت دوريات وتم تعميم إلى قامت به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تعميم على جميع المديريات بتسيير دوريات مشتركة، وأن تتخذ الضابطة التموينية صفة الضابطة العدلية في إجراءاتها في الغرامة أو في الإغلاق المحل وغيره، وأن لا تقتصر على تنظيم ضبوط إحصائية فقط. هذا بجانب، إضافة لأن الحكومة السورية أناطت بمديرية مؤسسة العامة للتجارة الخارجية شراء المواد الأساسية، إضافة إلى أنها عملت على توسيع قاعدة السلع المقننة وأضافت مواد أساسية تشكل جزءا من الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى السكر والشاي، أضافة البرغل والزيت والسمن وغيرها. توسيع قاعدة المواد المقننة أسهم في تخفيف، يعني اليوم الواقع الاقتصادي والواقع المعيشي لم يكن كما كان مثلا منذ شهر على سبيل المثال. كان حقيقة الأمر كان وضعا مترديا، عندما إضافة لأن قرار وزارة التجارة وزارة الاقتصاد بعدم السماح بتصدير الخضروات أو المنتجات كان وقت بعد 10 آب ثم مددت المدة، أعطت كل هذا الأمر لعب عاملا في أن يكون هناك كمية من المعروض السلعي أكبر أو متوازية مع الطلب، وبالتالي خلق نوعا من، فعليا نستطيع أن نقول أن هناك نوعا ما من توازن السعر ما بين المعروض والمطلوب. دكتور عبد القادر عزوز أستاذ العلاقات الدولية في جامعة حلب، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك وشكرا للضيوف. أهلا ومرحبا بكم. ولكم أيضا مشاهدينا الكرام كل الشكر، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. Русский объясню, потому что, наверное, и не чеченцы захотят узнать, что происходит. Это вчера у нас здесь операция была. Альхамдулилла, Аллах нам большой подарок оказал. Хотя мы что делали, причины это были очень малые причины, но Аллах большой подарок оказал. Здесь давно не было больших операций, давно вообще операций очень мало было здесь, потому что здесь очень они сильно закрепились.
и все сопки, которые здесь есть, они сильно укрепили, заминировали вокруг себя. И на каждой сопке по две, по одному, по две танки, короче, стояли. Ну, аль-хамдулиллах, с помощью Аллаха мы смогли большую территорию здесь освободить и очень важные точки освободить. Аль-хамдулиллах, Аллах большой подарок нам оказал этим месяц Рамадан. Сегодня 8 число, 8 месяц, 5 число. И вот эти палатки, вот эта сопка, которая, пускай братья покажут, после покажут, если ничего. Вот эти сопки, короче, эти палатки, и там наверху, наверху тоже, пускай покажут. Наверху и дальше, дальше, короче, туда. Эти сопки, там тоже палатки, укрепления, там тоже ниже. Это на протяженностью километров где-то. Они полностью занимали эту сторону. Легко, легко. Полностью эту сторону занимали. Начиная оттуда, там наверху самая дальняя палатка, еще дальше есть. Оттуда начиная и на протяженностью, короче, километр. Километр они стояли. И дальше, дальше этого леса еще есть палатки. Там братья сейчас дальше их выбивают. Сегодня тоже продолжается. Здесь, аль-хамдулиллах, дальше братья выбивают их. Но сопку освободили, там еще село есть внизу. Село есть. Дальше сюда внизу село есть. Это село тоже освободили. И дальше даже еще дальше пошли. Там на дальше, короче, за этим селом еще одна сопка есть, и там братья тоже закрепились. Аль-хамдулиллах. Очень хорошо получилось здесь все сделать. Очень хорошо получилось. Здесь нам всей операции участвовали где-то человек. Выделено было где-то 60 человек, но оттуда участвовали где-то 40 человек. И 40 человек смогли их выбить есть отсюда полностью. Ну, братья и были, которые в других местах, в точках. ДШК, и у нас самое большое оружие ДШК было. ДШК, короче, с двух сторон ДШК поддерживали этих братьев. С двух сторон поддерживали ДШК. Были, которые обстреливали. Есть двух сторон, братья, человек по 10, они на ДШК, и в одном месте был АГС, АГСом, короче, тоже помогали, есть. И на всей этой операции у нас именно во время операции у нас один шаид, араб с Египта, и двое раненых, тоже арабы. Но они легко ранены, не сильно ранены, наша группа легко ранены, есть. И, аль-хамдулиллах, это большой подарок, что такие укрепления, тем более, каменистое место.